هادي خويا رضا. واش نقول لك خويا سفيان؟ اه خويا سفيان في كثره الخلعه اخي حسام دخلت. عرفتي اول مره الخوت ندير بحال هاد المغامره هادي في هاد الغابه الاخطر غابه اللي صراحه ما كانش مطلع على الضوء كما كتشوف معايا خويا هيه. واش كتشوف معايا حسام ولا ما كتشوفش؟ وما كانش النقطه على الضوء خويا. غادي ندير واحد المغامره خفيفه ظريفه في هاد الغابه هادي اللي في النواحي ديال القنيطره. غادي نحاول نكتشف. المهم عيشوا معايا الجو الخوت. هادشي بدا يخلعني هادشي يا خويا. ما كاين حتى حاجه صحيح كاين والو. هادشي بدا يخلعني. خلي فهمي اللي نقول لك. اللي عندك شي فوبيا ديال الخوف راه هي الفرصه باش تحيد من عندك. المهم الخوت كثروا لنا بلي لايك لي كومونتير محفزين باش نقدر نعاود لكم في المغامره ان شاء الله فشي بلاصه اخرى. المهم نقدر مره مره نقلب لكم هذا المحتوى ان شاء الله. شي قلب كبير غيسكت. حنا تصوت هادشي بعيد واحد شويه. اعوذ بك من تلك تمت شر ما خلق. اعوذ بك من تلك تمت شر ما خلق. سبحان ربي العظيم سبحان ربي ثلاث مرات. سكس 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 جيب لي والو انا صح جيب لي والو. هذا خوت اول مره غندير بحال المغامره. راه حماق شي عقلي غي الله خويا شي بديت نتخلع بالله. نقول لك في هذه كنقطة فقط كإضافة أن هذه البلاصة هذه كيديروا فيها الشعوذة وداك التخربيق غادي نكتشفوا ونشوفوا شنو كاين. يا ربي نخرجوا سالمين يا ربي. آمين. شي لعيبة صاحبي والله حتى كاين شي لعيبة بالله والله حتى كاين شي لعيبة. ما سمعتي ما سمعتيش ولا ما سمعتيش ناقص ما كتخليش تعلم خلينا تهرب خلينا شكون رجع بحال الطنوبيل عشيري والله. المهم الخوت نتمنى انكم تبارطاجوا معنا الفيديو هذا ان شاء الله. الى عجبتكم المغامره احنا درنا غير واحد المقدمه بسيطه باش نقدروا ان نعيشوكم الجو. ولا وصل هذا الفيديو هذا 70000 المهم عطيني التليفون هنا. الى وصل هذا الفيديو هذا 70000 لايك شي قوية غادي ان شاء الله ندير واحد المغامرة خطيرة في القرن هذا. شي غابة تكون واعي تكون خطيرة هكا كان ما كنشوف والو من هاد الظلمة. شوف